اما حسن ناكل الخبز يبصل ونبقى جيعانه، اما حسن ناكل الخبز يبصل انا اشنو ندير؟ وصلت لي واحد النهار، وصلت لي كنت غنتحر، راه شربت واحد الدواء كان عندي كنت كنشرب فيه وغنتحر، سجلت لابيلانس وداوني للسبيطار. وقلت لولدي عيط لي عليها وجات عندي وطلبتها، انا طلبتها قلت لها الله يجازيك بخير، اللي عندك الخبز يابس جيبيه ليا، انا ما لقيت ما ناكل. ما نكذبش، نكذب عليك ونقول لك لا لقيت ما ناكل، ما لقيت ما ناكل. ماشي بنادم قاعد صافي عندك الفلوس كتنسى راسك، راه اليوم الدنيا وغدا اخره، راه الانسان ما خاصوش يفرش عانه، راه خاصو يفرش حتى ليه، راه حنا غادي انت واحد من غيدوم فيها ولدي، ما يدومين الا وجه الله، وسعدتك فاعل الخير. ما بقاش شتي شتي نقول لك واحد الكلمه ولدي، ما بقاش المحنة بكري كان لا طيب خو الخوي لا طيب عا خبزه كيقسمها مع خوه، دابا الخو ولا يشوف الا عند خوه عيار نص خبزه خاصو يقلعها ليه، ما بقاش المحنة. ما عشناش ولدي في هذا الشيء، انا في عمري 62 عام دابا، انا زيدت 62، ما عمرني عشت في هذه العيشه بحال هكايا، عشت في الخير والخمير مع والدي الله يوليهم رحمتي الله كاملين، ولكن اش نقول لك في هذه التريات الاخرى الله يعفو الله يعفو الله يعفو الله يعفو. رمضان ولدي الحال حالة الله، ما نكذبش عليك، لا حنين لا رحيم سوى الله سبحانه وتعالى. عي واحد السيده الله يكثر خيرها ولدي جابت لي، ما نكذبش عليك وانا صايمه وصيامي حرام عليا، جابت لي كيلو ديال الحمص وقالب ديال السكر، كيلو ديال الحمص وقالب ديال السكر وخنشه تاع الطحين ديال 5 كيلو وواحد نص كيلو ديال التمر، حتى هي مسكينه ما بحالهاش، ولكن وعطاتني 2000 ريال، راه ربي شاهد عليا انا ما غاديش نكذب، لان ما غاديش نكذب انا وانا غاديه، ما عطاتي شحال باقي ليا، ما لقيتش باش نخلص، ما لقيتش ولدي باش نخلص، ما لقيتش كذب عليك، ما لقيتش باش نخلص. راه كاريانا ب 16000 ريال، راه 90000 ريال دابا، انا باش راه كنت نفرش وكنت ندور زعما شويه، ولكن دابا ما بقيتش ولدي كنخرج الغالب الله، دابا مالي الكلا كيديروني، وحتى من لاكارت انا مبقى ديالي وولدي مبقى ديالو لاكارت، وما بغاوش يعطيوني هذيك الالتزام، تيقول لك هو ما كاينش، هو راه في السطات عنده، هو مريض وعنده ولده يلاه مات، وما عنديش باش ايوا حنا عايشين في واحد العيشه اللي علم بها الا الله ولدي، هادشي اللي غنقول لك. كتسالني 90000 ريال، راه باش يشهد الله كتسالني 90000 ريال، ايوا ضروري راه تيقولوا لك عطينا فلوسنا ولدي، تا هما راه عندهم ظروف، تا هو راه عنده ظروف، راه يلاه مات له ولده عنده 25 عام، راه شابد ليام ضاع عليه، يلاه خرج من الطبيب كان مسكين مريض بالقلب وغادي يجمعوا باش يديروا له ديك المكانه ولا سميتها، شويه مات له ولده حتى هويا، ولد شاب ما فضلته قدام ولدي، مهدى 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 انا وولادي، انا وولدي وليداتو باقين صغار. اليوم تنقول ليه زيدي صبر عليا، ونهاري نوجد فلوس رانا نعطيهم ليه، واخا راني عارفه راسي ما عنديش منين نجيبهم ليه، شي ما عنديش منين نجيبهم ليها ولدي، ونتنطلب سيدي ربي الله يفاجيها، الله يفاجيها من عنده، شي اللي غنقول لك غنطلب الله سبحانه وتعالى الله يفاجيها، والله يحنن القلوب القاصحه على بعضياتنا، ماشي غير عليا انا، على بعضياتنا كاملين. مازال نخدم اولدي، مازال نخدم، مازال نخدم، انا ما خدمش في الديور، نخدم في البيع والشراء، نخدم بزاف، خانتني صحتي بزاف اولدي، هادشي اللي غنقول اللهم لك الحمد، هادشي اللي مقسم عليا الله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، نحمد ربي ونشكره، خصو يحمد عليها الله، اللي عنده صحته خصو يحمد الله، واللي عنده شي ريال زايد يعاون به خوه المسلم. حتى انا ما كنتش بحال هكا، حتى انا ما كنتش هكا، انا كنت بخير عليا وخدامه، انا قلت انا اللي قسم الله، ضحكه لعبه كل شيء، ما ولكن خانتني صحتي شديت الركنه، ما لقيت ما ندير، اللهم لك الحمد، انا نقول على اللهم لك الحمد، الله يكثر في الحمد. ايوا هادشي اللي قسم الله، اللي قسم الله ولدي، هادشي اللي قسم الله ولدي، ما عند الانسان ما يدير. واش نقولك ولدي
هاد الوليد عندي اللي كتشوفوه عنده نجار، حرفته نجار، الا بريك ولا شي حاجه تعيط عليه الناس هكا. وشحال يعطيوه؟ 400 600 كاين اللي يعطيها الفريه كاع، ايوا تنجيبوها تنصرفوها. الا قلت لك واحد الحاجه اقسم لك بالله، الا عيطت على واحد السيده كنعرفها كنت كنبيع لها الحوايج، وقلت لولدي عيط لي عليها، وجات عندي وطلبتها، انا طلبتها قلت لها الله يجازيك بخير، لا عندك الخبز اليابس جيبيه ليا. قالت لي اش بغيتي؟ قلت لها باغا نديرو تنفصلت، لان ما لقيت ما ناكل. ما نكذبش، نكذب عليك نقول لك لا لقيت ما ناكل، ما لقيت ما ناكل. اها ناكلو، اما احسن ناكل الخبز يابس ولا نبقى جيعانه؟ اما احسن ناكل الخبز يابس ولا اشنو ندير؟ وصلت لي واحد النهار، وصلت لي لتاك غنتحر، راه شربت واحد الدواء كان عندي كنت كنشرب فيه وغنتحر، تجات لابيلانس وداوني للسبيطار، لان قلت ما بقى عندي فين نعيش، صافي تسدو البيبان كلشي في وجهي. تنطلب من خوتي المحسنين والمحسنات الله يسهل عليهم يشوفوا من حالي ويعاونوني، ويعاونوني ولدي اكثر، يعاونوا ولدي يشوفوا له شي خدمه، الا لقاو شي خدمه احسن، هادكي احسن حاجه عندي. علاش؟ باش ولدي غادي يخدم هو غيجيب ليا، وانا غناكل ونشرب، ما غنطمعش في واحد اخر نقول له اعطيني، لا بغيت ولدي، بغيت نطمع في ولدي يوكلني ويوكل ولادو، وتنطلب منهم ويسمحوا لي بزاف بزاف. رانا ما كرهش حتى درت هذا الفيديو، هذا راه ما درتو حتى تسدوا البيبان كاملين، وخفت نبقى مشرده في الزنقه، وما عندي الصحه، ما عندي الصحه، وما عندي الصحه، وما عندي الصحه واخا، ولكن رجع في الله، رجع في الله، رجع في الله. واللي شاف من كما تيقول يشوف بعينه ويحن بقلبه، الله يجازيهم بخير، والله يوقف معاهم، فاش ما وقفوا معايا الله يوقف معاهم، والله يعطيهم مناويل في خاطرهم. شي اللي غنقول لك ولدي، انا ما عمرني نويتها ولدي، ما عمرني نويت هاد الشيء بحال هكا، ما عمرني نويته. في الحمد لله، الحمد لله، ما كندير شي حاجه خايبه، كنطلب خوتي، خوتي وخواتاتي هما يشوفوا من حالي. اللي غيدير شي حاجه غيديرها لي وجه الله، اللي غيدير شي حاجه غيديرها لي وجه الله. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.